تعد المقاولات الصغيرة جدا نسيجا حيويا ضمن بنية الاقتصاد المغربي. هذا النسيج تضرر بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب حالة الإغلاق العام وما واكبها من توقف للطلب على العديد من المنتجات والخدمات. اليوم تحاول هذه المقاولات الصغيرة جدا استعادة عافيتها والتكيف مع الوضع الجديد. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا السيد عبد الله الفرقي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، رئيس الكونفدرالية الإفريقية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. السيد عبد الله الفرقي، أهلا بك. أهلا، شكرا على الاستضافة. مرحبا. بداية، حينما نتحدث عن المقاولات الصغيرة جدا، ماذا نقصد أو ماذا تقصدون أنتم بها تحديدا؟ المقاولة صغيرة جدا هي المقاولة اللي كدير رقم المعاملات ديالها قل من 3 مليون ديال الدرهم، يعني أي مقاولة تجارية اللي عندها واحد رقم معاملات قل من 3 مليون درهم، يعني تقدر تكون يعني في العام، يعني تقدر تكون شركة، تقدر تكون مقاولة ذاتية، تقدر تكون يعني بحال اللي كنقولوا حنا واحد البازار، واحد الحانوت، واحد الملبانة، واحد يعني محل تجاري اللي عنده يقدر يكون عنده غير لاباتون وسجل تجاري ديالو وكيكون هو مقاولة ذاتية، مقاولة هو يعتبر مقاولة صغرى جدا، صغيرة جدا. نعم نعم، حتى هذاك اللي هو في القطاع غير المهيكل، يعني هذا موضوع ثاني آخر، يعني واحد الفئة عريضة كاين في القطاع غير المهيكل. في الواقع هذا نسيج المقاولات الصغيرة جدا هو متنوع جدا، كيف دبر لأصحاب هذه المقاولات الصغيرة جدا لنقول حياتهم، حياة مقاولاتهم خلال 3 أشهر من الجائحة والتوقف، إذا كان التوقف كاملا؟ غير الإشارة وأنه هذه الفئة تشكل أكثر من 95% من النسيج الاقتصادي للمغرب، يعني هي الأغلبية القصوى، يعني والعدد ديالها يفوق 4 مليون مقاولة خلال هاد الجائحة ديال كورونا، يعني ضرت بشكل كبير. علاش؟ لأنه قبل كورونا كانت عانات واحد مجموعة ديال المشاكل كتعاني منها فيما يخص الولوج إلى التمويل، ولولا المبادرة الملكية ديال الانطلاقة في خطاب ملكي ديال 11 أكتوبر 2019، لكانت انه واحد الفئه عريضه يعني كانت غادي تموت، لانه التمويل كان منعدم، يعني دائما كان المشكل ديال الضمانات. ثانيا كان الولوج الى العقار، المشكل عند هذه الفئه هذه ما عندهاش العقار مخصص لها، يعني جميع المناطق الصناعيه في المغرب يعني موجوده فيها يعني محلات ولا بقع صناعيه يعني لا تناسب حجمها، لا تناسب حجمها بتاتا. ثالث حاجه يعني الولوج للصفقات الى اخره، دونك بهذا خلانا اننا طرنا لقاء يعني مستعجل مع رئيس الحكومه في 15 جانفي، اجتمعنا معه ودجنبير وطرحنا عليه هذه الاشكاليات، لانه كان عندنا حوار مع رئاسه الحكومه يعني من قبل، ولكن جاء الوقت قلنا رئيس الحكومه بانه هذه الفئه راه هي يعني مضره بزاف، اللي جات كورونا يعني زاد يعني كانت هشه بزاف وجات يعني تقدرات. هذا خلانا اننا نديروا واحد اللجنه ديال الازمه لاداره هذه الازمه، ودرنا واحد الدراسه ميدانيه اللي همت هذه الفئه هذه ديال المقاولات الصغيره جدا والصغيره المتوسطه. انما شنو يعني النتيجه ديال هذه الدراسه؟ شنو كشفتوا في هذه الدراسه؟ الدراسة كشفت بأنه كان الحديث على أنه قطاع الصناعة، قطاع السياحة وقطاع النسيج هو المتضرر أكثر، بل بالعكس حنا إلى جينا نشوفوا بالعدد الهائل ديال المقاولات، يعني 95% من النسيج الاقتصادي هو مقاولات صغيرة جدا. لقينا في الدراسة ودائما كنقولوها يعني القطاع ديال الخدمات هو اللي ضر بصفة أكثر، لقينا بأنه 21.9% اللي ضر، الى جانبه يعني في المرتبه الثانيه قطاع ديال التجاره ب 20.6%، جاء بالدرجه الثالثه قطاع الصناعه، وهنا ملي كنقولوا الصناعه يعني الخدمات اللي هي مرتبطه بالصناعه والصناعه الخفيفه، يعني 13.5. قطاع البناء ايضا ب 12.7. عاد جاء القطاع ديال السياحه، وملي كنقولوا حنا السياحه بالنسبه للمقاولات الصغيره جدا يعني الخدمات اللي هي مرتبطه بالسياحه، كنذكروا يعني
النقل السياحي كراء السيارات. سيد عبد الله نعم. الآن بعد استئناف هذا استئناف النشاط لنقول الاقتصادي بشكل عام، كيف استأنفت هذه المقاولات الصغيرة جدا نشاطها؟ هل تستأنف بشكل عادي لها المؤهلات للاستئناف، أم أنها تحتاج لنقول دعم أو شروط أخرى للاستئناف؟ قبل الاستئناف كنا كنطرحوا يعني ملي جعنا الدراسة وديرناها يعني في البداية يعني في البداية ديال 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 الحجر الصحي وسميتو ورسلناها الرئيس الحكومة ورئيس لجنة اليقظة والوزراء المعنيين ووزارة الصناعة والتجارة ووزير التشغيل إلى آخره. كنا نعتقدوا على أنه لجنة اليقظة الاقتصادية غادي تنظر في حق هذه الفئة وغادي تدير قرارات عاجلة اللي تواكبها، إلا أنه القرارات ما كانتش كاملة يعني واكبت هذه الفئة. بالفعل واكبت، كان قرارات إيجابية اللي احنا حبدناها، ولكن واكبت الشركات المتوسطة والكبيرة. كيبقى عاوتاني دائما عاوتاني ديال إعادة تشغيل ديال هذه الفئات، يعني هي دابا واحد الوضع كانت هشة وزادت يعني واحد الأزمة يعني خانقة من ناحية السيولة، من ناحية ديال 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 الدعم ديال ديال القدرات ديالها، البناء القدرات ديالها. دونك هنا طلبنا عاوتاني في إعادة ديال 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 التشغيل على أساس أنه يكون الاهتمام بهذه الفئة هذه. فعلا كان واحد من واحد الجانب كنقولوا هنا واحد شوية ديال الاهتمام فيما يخص يعني التمويل، وهنا كان انطلاق واحد 15 يونيو انطلاق واحد القرض خاص بهذه الفئة هذه اللي مسمينه تشغيل المقاولات الصغيرة جدا، اللي هو فولونس تي بي إعادة التشغيل ديالها، اللي هو واحد القرض يعني مهم وغادي يقدر يعطيها واحد النفس. إنما كنطلبوا اليوم ما هي الوصفة اللي تقترحوها سي عبد الله؟ الوصفة اللي تقترحوها لاستئناف النشاط. نعم، هاد القرض هذا إنما كنطلبوا احنا الأبناك يعني تجاوب مع هاد الطموحات ديال الاقتراحات ديال الحكومه والطموحات ديال هاد الفئه. الوصفه احنا اللي كنطلبوا كانت كاينه بسيطه، هو انه هاد الفئه خصها الولوج الى الصفقات، الولوج الى التمويل. دونك هادو بجوج، الا كان غير التمويل بوحدو راه هو والو، لانه المقاول اللي عطينا قرض راه خصها تخلصوا. دونك خصها مباشره، خصها الولوج الى الصفقات. حنا كنعرفوا ظل هذه الازمات هذه الدوله هي اللي يعني المعول عليها باش تحرك الاقتصاد. ملي نقولوا تحرك الاقتصاد راه خصها تنظر لهذه الفئه هي هذه في الولوج للصفقات، انما في لما ارادت هذه الحكومه دير البرنامج ديال اعاده التشغيل راه ما شورتش معنا، حنا شورت مع المقاولات الكبرى والباترونا. دونك هذا هو كيخص يكون الاستشاره ديال الفئات. شكرا جزيلا لك السيد عبد الله الفرقي، رئيس الكونفدراليه المغربيه للمقاولات الصغيره جدا والصغرى والمتوسطه، رئيس الكونفدراليه الافريقيه للمقاولات الصغيره جدا والصغرى والمتوسطه. شكرا لك على كل هذه التوضيحات.